اخيرا سالت الفطور ديال عادي، دابا راه كيتسنى غيأذن غندخل انايا الدريسينغ. ماما خصكم دايرين واحد الباب مصاصي على قبل سيليا، باقي كنتسنى اختي تطلع كرتبتي دوك الحوايج غير انايا، ما تديش على دوك اللي مرونين زعما، شوفوا غير المرتبين. غادي نشقق شعري مزيان بواحد الزيت، اليوم غادي نختار شي زيت اللي يكون اختي يكون مغطي، غندير باقي هذا ديال زيت الحليب ولا غنشقق به شعري باش واحد الشويه، وندخل غير ندوش صافي، مشى الحال على الحمه، وندخل ندوش غير في الدار ونشقق شعري مزيان مزيان مزيان. شعري فوق الصيف كيعذبني تعذيبا، خلات الاخر تنتيف، كيعذبني شعري فوق الصيف صراحه، الله كيصهدني واحد الدرجه اللي ما تخيلوهاش، سيرتو ملي كيكون الشعر بحال هكا يا تبارك الله قوي، طول ما زال كنغلب عليه كنبدا كل مره نخرجي. اما بالنسبه للكثافه كيعذبني، غنحاول بحال هكا نشقق الفروه ديال الراس حيت ما نخليهاش اكثر من نص ساعه، وغنحيدها زعما وغندوش باش ما تسدش ليا المسام ديال فروه الراس، يعني ما نخافش منها، وفي نفس الوقت كتغطي الفروه ديال الراس. ما كنلقاش المسام بالنسبه لهاكا الحلوشي ملي كنكون مع غادي معايا شي بنت ولا شي حاجه، كنكون في الهمه كندير ديك الهمه يا شباب، كندير مع بوحديتي عكست وباقي الحال. قالي عادي تسالي كاع هذا اللي فيه سبا، مي نو مكاينش معانا، نخليها كبر مكاينش معانا مكاينش. غنحاول نشقق شعري مزيان بحال هكا، غنمشي ندير ماكياج وجهي وندير واحد الماسك اللي كملتي اختي، غنشارك معاكم كلشي. بدينا الفيديو اونسومبل، نساليوه اونسومبل. منساوش نتا الزربه كتبدا، مبقاوش زعما نشققو غير الفروه ديال الراس ونساو الزربه، بلي تا هي راه كتبدا. أنا نشقق شعري، ندير ماكياج وجهي، غندير هداك الماسك ديال فيتامين سي لي هو طبل، من بعد ملي غنحيدو غندير واحد الماسك خطير 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 ديال نضارة الوجه، ولي كيحيد الشوائب اختي. غنمشي بعدا نحليكم الفيديو ديال اليوم، هادشي كتشوفو فيه دابا راه لحد، غنمشي دابا نحليكم الفيديو ديال اليوم واخا يكون معطل، حيت البارح لحت الفيديو معطل داكشي علاش مسالتش بكري البارح. والله العظيم الا بعض المرات كنلقى عندي دي فيديو قدامين كنكون مصوراهم، ودي فوا كنكون مازال ما درتش لهم المونتاج، دي فوا كنلقى دي فيديو اللي هما مديور ليهم المونتاج وكيتنساو في البيسي، كيبقاو في البيرو كيتنساو ما كنلوحهمش. ان شاء الله دابا عاوتاني غيكونوا المواسم والمهرجانات، أولي فين مشيت نديكم معايا، خصوصا هنايا في النواحي ديال هاكا يا زعير وهذا كيكونوا مهرجانات ديال تبوريضة، واو من أحسن المهرجانات اللي كيعجبوني الصراحة، تحمقني تبوريضة لا أنا لا عادي، وكيعجبني الموسم نمشي ليه على قبيلة ديال الحوايج على تبوريضة وعلى المعنى أختي، كيحمقوني دوك المعنات اللي كيكونوا في الموسم ديال الفخار وداكشي، سيختو ديال الفخار كيحمقوني كيحمقوني. هي قالت لي الغديت كاع البلايص اللي كنحس بيهم ما وصلوش ليهم صبايا بحال هكا، كندير هكا كنحط صبايا هكا في شعري تريشت. تريشت اختي تريشت تريشت، هاد الاطراف واخا غير ما ندير ليهم، حيت انا من داك النوع اللي كنحمق على البلاك نبوكلي بيه هاد الاطراف ديال الشعر، ما كيعجبنيش بروشينغ سامبل، ديما كندير هادوك لي بوكل هكا من تحت
دوك لي زونغل وهذوك الاطراف دغيا كت دغيا كيوليو فيهم لي بوين داكشي بسبب البلاك. باندا 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 عينك يا باندا صافي كيبغيك راسها الماكيو دابا الوجه نرطو هذه البلاصه. وليت كندير واحد القاعده البنات زوينه انني اي حاجه استعملتها خصني نرطى البلاصه ديك الساعه اي حاجه راه انت كتمسح ديك الساعات باش ما تتراكمش عليا الرونو. شوفوا عادي من هي من قد في العلاق يجي واحد اللي جا كيطو في الفوق تايب ما تقدي غندي ماكياج هي جونسون من نهار اللي سالا لي دي ماكياج عكست البارح كنت في مينيسو ما خديتوش خديت اي لاينر وجيت عكست عكست انني ناخذ دي ماكياج ما عرفتش كنسى ولا ما نعرفش كناخذ اي حاجه خاصه لي كنساها غندي ماكياج غير عينيا بلوتو لي دايره لهم اي لاينر والماسكارا ما انا ما ماكياج صون ماكياج دايره غير اكرون تانتي بالنسبه لواحد كومونتير كان جاني على اكرون تانتي اللي كنستعمل هادي ديال السمايل ديال كولاجين واعره اكرون تانتي غزاله كتعطيك واحد لي كلا غزال وفي نفس الوقت فيها 50% كلا 50% غنوضبك لوجهي بجي نيتوايون ديال فيتامين سي غير ديال العين هادي بالنسبة للديماكي والله حتى واعرة كترطب البنات غزالة وفي متناول الجميع ماشي شي حاجة لي غالية ولا انا بالنسبه للعكار كنديرها داك بنتين ودير عليه فازلين هادي ديال بوما ليفغ باش كيبقى ليا تقريبا لا جورني كامله وفي نفس الوقت كيبقى في المرطب صافي نمشيو نغسلو وجهي اختي يا غنمشي نمسح وجهي
انا دابا درت لهم ماسك غنمشي نقاد الفيديو نحطو لكم دابا بيد ما نشوف هاد الماسك وغنرجع باش ندير الماسك الاخر اللي غيكون فيه الكركدي وغيكون فيه الميدو وغيكون فيه النشا ونمرت. يلا 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 بريفيت سيليا علي سيليا علي سيليا ارضى ليه ديالي وعاودوا بداو.